حل البام كلها كده مرة واحدة. بهايم ابو شنيف ندخلها وين ولا فوق ابو فوق اماتها؟ انا اسمع عبد الجواد محمد علي الجمال دي بتاجم على طريقه بسندر من المحجر تتحمل يوم الليله من دراو تستنى لحد يوم السبت. يوم السبت تطبع اللي يفضل يشحن هنا يشحن واللي ما يشحن يروح مصر وما يروح مصر. الو الو يطبع هنا يطبع. اه في اكثرين يا رمضان. الشحنه بكم راس من الجمال؟ الشحنه واحده على حسب البهايم. ممكن في عربيه تشيل 30، في عربيه تشيل لو بهايم صغيره خالص تشيل 40 35 اللي هي اللي على التريلات. هات يا عمو ويا ها من نفس من لحد هنا. شوف ورا شوف ورا. انا علي عبد القادر ابو عمرو من القراريش تبع ناس الجمال. نستلمها من نفسي بل ونجيبها ننزلها هنا بعيانا. نستلمها من الارقين ونجيبها هنا اللي رايح مصر رايح واللي بينزل دراو بينزل. الرحله تستغرق كم يوم؟ يعني من يوم السبت لحد يوم الاربعاء. من السبت للاربعاء. شغل الجبل وكله شغل شحنه. تعرضت لاصابات؟ والله الاصابات دي ماشيين على كف الرحمن. ذولاك احنا وجايين في الطريق ميكروباص ما طلعش ثلاث حيين. الجمال عاد انت وسياستك الشغل بالعنف ده شغل بالمخ تشتغل ازاي طيب؟ مساعد الشاحن يعني شغل مخبرك مساعد تعبين ودين ترسين وبراحة. ازاي بتسيطر على الجمل؟ السيطرة اللي بتدي تعقله وعند بعد كده بتركب لي صريمته وبتجر وبتشحن شغل الشحن. بيع عن طريق أرقين شحن من الدنقلة المحجر فيها بسمن ومن بسمن يجي دراهم نبيعهم في دراهم أو مصر. لا الصعوبات اللي بنلقاها في دهنا الكرتة دي ثاني تأخير ما في المحجر شغال كويس بس الكرت بس خلاص. السلام عليكم. من الشمالية ومن البكر القولي محلية الدنقلة علي صالح. هاي نعم. حضرتك وكيل لا لا بهايم وكيل جمال. اي وكيل جمال. تشرفنا يا حق علي. الله يبارك فيك. الله يسلمك. انا في الجمال مع ابويا. بعد كده بعد ما خلصت المدرسه بقيت تاجر في الجمال. برضه متعلم المهنه ايه؟ من ابو. تمام؟ بنروح شلتين وحلايب بنجيب جمال برضه من هناك على هنا. في نياق اللبن ونياق الدين برضه في الجمال. اساس الشغل الجمال. ما فيش شغلانه غير الجمال بس. كلها تجار جمال. الشغل في دراو الجمال ونفس عنه. عايزينك تنشر الدنيا وعايزين احنا تزيد اكتر مش عايزينها تنقص. يا رب يا رب. انا عبد الله محمد علي من القرية من هنا قرية الكرنتينة جنب بجوار السوق. المعلومة اللي عندي انا السوق ده بيلم من يعني تجيبها من مصر لحد ما توصل اسوان ده كلهم التجار اللي هنا دي هي دي اللي بتجع السوق ده. السوق ده سوق دولي يعني استيراد وتصدير بيجيبها من السودان لحد مصر كله بيشتغل. اوه 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 اخش في النظاره. هاي اوه اوه